ممكن تكتشف أنك مصاب بالفيروس لا سمح الله بعد ما خلط كثير من الناس، والآن ودك تبلغ اللي خلطتهم بإصابتك عشان يأخذون احتياطاتهم اللازمة وما ينتشر الفيروس أكثر، بس أكيد بيكون صعب عليك توصل لجميع الناس. ولهذا السبب طورت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا تطبيق تباعد اللي يخليك تعرف أنك خلط مصاب خلال الأسبوعين الماضية عن طريق خاصية الإشعارات اللي يرسلها لك التطبيق باستخدام تقنية البلوتوث. وبرسالة واحدة تقدر توصل إشعار لكل شخص قابلته مع الحفاظ على خصوصية معلوماتك. بكذا ساهمنا بالحد من انتشار الفيروس وحمينا أهلنا وأحبابنا.